تشتري الأفضل الراتب من الأفضل. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذا البرنامج، برنامج الإسلام والحياة، الذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المشاهدين. ضيفنا في هذه الحلقة سماحة المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله حياك الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. مرحبا بك شيخنا. لو أبدأ معك في ما وردنا من هذا السؤال، وهو حقيقة معاملة أصبحت لها انتشار بين الناس، وهي يقول السائل: ما حكم بيع مخصص النقد الأجنبي اللي هو 400 دولار قبل البدء في المعاملة، وذلك بتحرير تنازل عن الحق عن هذا الحق، وإعطاء الرقم الوطني وصورة من كتيب العائلة لمريد الشراء مقابل مبلغ مالي، حيث أن بعض الناس لا يملك من العملة المحلية ما يمكنه من صرف ما خصص له من النقد الأجنبي، وهل هذه المعاملة من قبيل التنازل عن الحق بمال؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المعاملة بها عدة محاذير شرعية لا تجوز، ويخطئ من يعني يجعلها من باب التنازل على الحق أو التنازل عن المنفعة أو الانتفاع بمقابل، ومثل من يأتي إلى السوق ويجد ناسا يساومون سلعة فيطلب منهم أن يتنازلوا عن حقهم في شراء تلك السلعة بمقابل من المال يعطيه لهم، ذلك أمر جائز، لأن الذي يتنازل يملك الشيء الذي تنازل عليه بالفعل، ومن حين أن يتنازل يملك المشتري هذا الانتفاع بأنه هو وحده الذي يشتري ولا يحتاج إليه شيء آخر، هذا أمر لا حرج فيه. لكن الذي يبيع الرقم الوطني أو الكتيب أو يبيع شيئا من ذلك مقابل أن يتنازل عن المخصص من العملة الأجنبية لغيره، أقول إنه يتنازل عن شيء لم يملكه بعد، لأن الذي أخذ الرقم الوطني والكتيب وذهب به إلى البنك سوف لن يصدر البنك المعاملة باسمه، وإنما سيصدرها باسم صاحب الكتيب والرقم الوطني، بمعنى أن الحق لم يتقرر بعد لصاحب الرقم الوطني إلا بعد أن تقدم بالرقم الوطني ويصدره باسمه، ثم بعد ذلك يأخذ هذا الشخص الذي اشتراه بطريقة التحايل، لأن هذه المعاملة من الناحية القانونية لا يقبلها المصرف. لو ذهب الشخص إلى المصرف وقال له إن فلان أعطاني الرقم الوطني وكتيب العائلة وأريد أن العملة التي تصرف له أن تصرفها لي باسمي، فإن المصرف لا يقبل ذلك ولا يعطيه هذا الحق، وإنما يصدر المعاملة باسم صاحب البطاقة. فإذن العقد لم يتم بعد، العقد بصرف العملة الأجنبية لصاحب الرقم الوطني لم يتم بعد،
وصاحبه تنازل عنه، تنازل هذه المنفعة وتعاقد عليها قبل أن تعقد له، قبل أن يملكها، قبل أن يشتريها، فهو من بيع الشيء قبل تملكه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حكيم بن حزام: لا تبيع ما ليس عندك، وهو محل اتفاق بين أهل العلم جميعا بأنه لا يجوز لأحد أن يبيع شيئا قبل أن يملكه. الذي باع حقه في شراء سلعة يملك حقه، وبمجرد أن باعه انتقل الحق إلى صاحبه المشتري. أما هنا فإنه لم يملك الحق بعد، فإن المشتري سيأخذ الأوراق إلى البنك، والبنك سوف يصدر المعاملة والعقد، يصدره باسم صاحب الرقم الوطني والكتيب. فإذا كان هناك تنازل ينبغي أن يكون بعد أن يتم العقد والتملك. والمصرف كما قلت لا يسمح بهذه المعاملة. ثم إن هذه المعاملة يكترفها أيضا شيء آخر، وهو عقد صرف مؤخر، والصرف مؤخر من الربا، لأنه يأخذ العملة، صاحب الرقم الوطني يأخذ العملة المحلية، ثم بعد ذلك إذا كان يريد أن يقف في الطابور زي ما يقف الناس في الطوابير أسبوع ولا اثنين ولا ثلاثة حتى يتحصل على العملة الأجنبية، فهذا ليس من المناجزة، ليس من التقاوض في عقد الصرف. وإذا كان هو لا يجلس هذه المدة ويذل نفسه كما يذل الناس الآخرون أنفسهم، وإنما الذي اشترى عنده وساطة ولا عنده يعني وجاهة ولا يريد أن يدفع مالا رشوة، وفي الغالب ولا يتم إلا بالرشوة مع أصحاب البنوك بحيث تتم المعاملة دون عناء، فهذا أيضا باب آخر من الحرام، وهو أنه لا يتوصل إلى هذه المعاملة إلا بدفع الرشاوة وأخذ حقوق الناس الذين يجلسون في الطوابير لمدة أسابيع، هو يتخطى هذا كله ويدفع رشوة بحيث يصرف هذه المخصصات لصاحب الرقم الوطني قبل غيرهم. فالمعاملة يعني تشتمل على أمرين محذورين محرمين: بيع الشيء قبل تملكه، والأمر الآخر الصرف المؤخر، والأمر الثالث في الغالب أنها تكون مصحوبة بالرشوة وبالتزوير، لأنه لا يبينون أن المعاملة هي للشخص الذي اشتراها، وإنما يظهرون أنها لصاحب الرقم الوطني. فالمعاملة فيها تزوير وفيها رشوة وفيها بيع الشيء قبل تملكه وفيها صرف مؤخر، ولذلك يجب على الناس أن يتجنبوا هذه المعاملة. ثم هي أيضا شيء من نوع من أنواع الجشع التجار، يعني هذا الحق هو حق شخصي، حق منفع وليس حق انتفاع، يعطى للشخص في ذاته، لا يبيعه يعني ولا يتصرف فيه، وإذا باعه فإنما يجوز أن يبيعه ويتنازل عنه كما ذكر الفقهاء في التنازل على الوقف، إنما يجوز التنازل عليه لمن هو مستحق لهذا الأمر. وهذا الذي يشتري من الناس بطاقاتهم واحد واثنين واربعة وخمسة هو صار مستحق، لأن كل إنسان يستحق مرة واحدة بمقتضى القوانين، وهذا يريد أن يستحق 100 مرة، وإذلك هذه معاملة غير شرعية وغير قانونية ويجب على الناس أن يتجنبوها. نعم، بارك الله فيك شيخنا كريم. نستسمحك شيخنا في أخذ هذه الاتصالات. أخ علي من طرابلس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم، وانتم بخير إن شاء الله، ونعد عليكم بالصحة والعافية. وإياك. عندنا سؤالين لو يسمح لك الشيخ. تفضل. السؤال الأول: أكل والشرب أثناء أذان الفجر، يعني يجد الفجر يذر وأنت ما زلت بتاكل وتبي تشرب. طيب. والسؤال الثاني: الفترة الأولى نسمع في قناة تلفزيونية، نسمع في شيخ من المشايخ اللي يطلع في التلفزيون الماي وما أكثرهم تو يعني مهباك. فقال ان الفجر تو اذان الفجر، هذا غلط، التوقيت هذا غلط ومفروض يتعدل، لان التوقيت هذا مش مظبوط يعني شرعا. ضروري ان يطلع الغسق ويطلع كذا ويطلع كذا. والسؤال الثالث يا شيخ الاخير وسمحنا. تفضل تفضل. في وحدي كانوا في القوة العاملة ايام 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 قبل 2011. نعم. وكانوا ياخذوا في رواتبهم من القوة العاملة.
ثم في نهاية 2011 في نهاية 2010 تم تحويله من الأمن العام. وبعد ما جت ثورة فبراير داروا لجنة، اللي بيرغب في الأمن العام خلوه يتواصل في الأمن العام، وتم وزادوا له مرتبات وتم موظف في الأمن العام، واللي كتب له أرغب خلوه تبع القوة العاملة، ولكن ياخذ في رتبة من الأمن العام يقول له تقعد في الحوش من الدولة تدير لك حل، ويتقاضى في راتب، ما حكمه شرعا. طيب جزاكم الله خير وربي يحفظكم ان شاء الله ديما طيبين. ماشي، شكرا للأخ علي من درنا. علي من درنا، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ عبد الله؟ مرحبا، أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ نعم. أيوة يا خالي تفضل. نبغى نسأل الشيخ صادق الغرياني إن شاء الله. تفضل معك يا شيخ صادق الغرياني. بنسألك على الجماعات اللي حاصروا في درنا، عرفت، ويباركوا في القصف الطيران المصري على مدينة درنا ويكبروا ما حكم ضم الأشخاص وبفتاوى من مداخله طبعا. عرفت طيب. إن الجماعات اللي على أرض ضم هم الخوارج، هم والله لهم خوارج، ناس يحبوا الله ورسوله يا شيخ، ويبغوا يحكموا شرع الله لا أكثر لا أقل يا شيخ. ماشي. عرفت طيب. والسؤال الثاني رسالة بس من جزء من خلال قناتكم إن شاء الله ممكن. نعم تفضل. تفضل يا شيخ. نعم من الثوار رسالة للثوار يا شيخ اللي قتلنا معهم، قادة الثوار اللي قتلنا معهم، وقالوا حنسكت الضواة وحنحكم شرع الله في هذه البلاد يا شيخ، والآن قتلنا معهم وخسرنا أخوتنا يا شيخ وأطرافنا في سبب أن الطغاة أظهرهم كلهم ينزاحوا من هذه البلاد، وتحكم شرع الله في هذه البلاد ولم تتحكم شرع الله، ونرى أن قادة الثوار الذي وعدونا بهذه الأشياء في اللي مشان تركيا وفي اللي رجعت في حوش وفي اللي باع القضية بالكل يا شيخ، وقاعدين نحن بس الوحيدين اللي في الواجهة هذه يا شيخ الآن، ونقاتلوا بالطغاة، والآن يجيبوا لنا في مصرية من مصر وهم قاعدين في القبة وغيره لاقتحام مدينة دارنا، ونشوف لنا اللي كانوا وعدوا فينا يا شيخ، واللي يقولوا لنا نحن حنسقط الطغاة ومشينا وراهم ودرناهم قادة، باعوا القضية بك يا شيخ، ما حكمهم يا شيخ، وما طيب. نصيحة لهم يا شيخ، نبوا نصيحة للناس ضوهم، نحن والله ما نزحين على هذه الطريق، هذه طريق الحق نحن سنموت عليها، ولن نتركها حتى بحكم شاء الله في هذه الأرض أو بارك الله تسير المسيرة إلى بارك الله فيك يا خالي. معي من الاتصالات؟ العبيدي بغازي، تفضل أخ عبيدي. مرحبا عبيدي تفضل. في اتصال آخر؟ طيب شيخنا أيضا الأخ في يوسف عمر من في صفحة أيضا يسأل، يقول السلام عليكم، عندي سؤال بخصوص موضوع مهم، وهو أن عندي صاحبي عنده محل ملابس شبابية وأطفال، يقول صاحبي هذا عنده بضاعة قاعد من أيام كان الدولار بزوز دينار ويبي يبيعها توا، ويريد أن يبيعها بسعر الدولار الحالي، ولما نصحناه قال يراعي بحيث يراعي الناس، قال لو لم أبع بهذا السعر الحالي سأخسر خسارة كبيرة ولا أستطيع أن أفتح المحل وواصل تجارتي. هذا السؤال متكرر تكلمنا عنه في الماضي. إنسان ينبغي للتاجر أن يكون صادقا أمينا قنوعا، يعني يبحث عن المال بالطرق الصحيحة بعيدا عن الاستغلال وعن انتهاز الفرص. فالإنسان الذي يشتري السلعة بدينار ينبغي أن يضع عليها يعني قدرا من الربح مناسبا ويبيعها زيادة على ما اشترى، وأن الإنسان يبيع بأضعاف الثمن اللي اشتراه وليس حراما، ولكن في هذه الظروف الصعبة اللي فيها الناس يعني في مشقة كبيرة وغلاء وارتفاع أسعار، والناس تكاد يعني تعجز عن قوتها وعن معيشتها، فينبغي الرفق بالناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وأنت اشتريت بالرخص فبيع أيضا بالرخص بقدر الإمكان، حتى لو أردت أن تزيد وتربح 100% لكن لا تربح 500% ولا 700% كما هو الحال الآن في ارتفاع العملة الأجنبية بسبب هذه الأوضاع السيئة الفاسدة. ف
فالناس ينبغي أن يرفقوا بأنفسهم من حيث المبدأ الحلال والحرام، إنما البيع عن تراض. إذا أنت اشتريت بعشرة وتريد أن تبيع بعشرين وذلك عن تراض فهذا لا حرج فيه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى للرجل دينارا ليشتري له بها شاة فاشترى بها يعني شاة بدينار وباعها بدينار ورد الدينار للنبي صلى الله عليه وسلم وربح نصف الدينار. فالربح يعني بإضافة الثمن هذا غير ممنوع، لكن أنصح التجار الآن في هذه الظروف وهذه الأوقات الصعبة أن يتحروا بقدر الإمكان الرفق بالناس والإحسان إليهم، وإذا الناس رفق بعضهم ببعض وأحسن بعضهم إلى بعض فإن الله عز وجل يرفع عنهم الهموم والغموم ويرفق بهم، لأن من رفق بالناس الله يرفق به ومن شق عليهم الله يشقق عليه. فما ينبغي الإنسان يقبل دائما هو يعني يتعلق بالحسابات المادية هذه اللي أمامه، فقط الرزق من الله سبحانه وتعالى، أن تأخذ بالأسباب صحيح والأخذ بالأسباب واجب، ولكن احذر دائما الاستغلال واحذر الغش واحذر الطمع الشديد وتوكل على الله والرحمة والرفق والإحسان إلى الناس، هذا عاقبته حسن على الإنسان على نفسه وعلى ماله وعلى أولاده، والأمور كلها تتبع البركة. إذا بارك الله لك في القليل فإنه يغنيك، وإذا لم يبارك في الكثير فإنه سيمحقه ولا تتحصل منه على شيء. جزاك الله خير شيخنا كريم. فقط نريد التذكير بأرقام هواتف البرنامج، لعل حضرة المخرج لو تظهر هذه الأرقام. هناك سؤال أيضا من على الصفحة من أخ علي محمد الفيتوري، يقول زكاة، هل تجوز أو تعطى زكاة لشخص له مال في المصرف لا يمكن الوصول إليه؟ هذا أيضا أجبنا عليه مرارا. إذا كان الإنسان هو ليس لا يمكنه وليس له مال يستطيع أن يدفع بالزكاة، ولأنه يعاني حتى في معيشته لا يجد إلا قدر الكفاف قدر القوت الذي يحتاج إليه من السيولة ولا يجد أكثر من ذلك، فإن كان الحال كذلك فإنه يجوز له أن يعطي الزكاة بالصك وغير ذلك. لكن إذا كان هو في حاجاته الخاصة يستطيع أن يوفر لنفسه السيولة بطريقة أو بأخرى، يستطيع أن يوفر لنفسه يعني كيف يشتري الكماليات وكيف يسافر وكيف يرفه على نفسه ويأكل ما تشتهيه نفسه ويتنقل ويعيش في راحة كاملة بالنسبة لحالته الخاصة، ولكن بالنسبة للزكاة والفقير يقول أنا عندي صك نعطيه صكوكه ويدبر رأسه، هذا من الغش وليس من النصح. فإنه يجب عليك أن تعطي له مما تنفق به على نفسك، إذا كان عندك زائد على قدر حاجتك فلا يجوز لك أن تدفع له بالصك، لأن الصك إذا عاجزت عنه أنت فالفقير عليه أعجز، الفقير عنه أعجز، فيجب عليك أن تعطيه من السيولة والنقد الذي أنت تتصرف فيه. نعم. وإذا لم يكن لك سعة ولم يكن لك شيء من ذلك إلا قدر حاجتك فيجوز لك أن تعطيه بالصك. هو شيخنا الآن الشخص الذي سيعطى الزكاة هو الذي عنده مال في المصرف لا يمكن الوصول إليه، يعني هل هذا يعد فقيرا يعطى من الزكاة؟ هذا أيضا إذا حيل بينه وبين ماله ولم يستطع بصورة من الصور فيعد فقير، لأن الغنى هو أن تجد ما تغني به نفسك. فإذا كان عندك مال مصادر منك، هذا مال مصادر يعد مال شبه مغصوب، هذا يسمى تعدي، هو يسمى في الفقه هذا تعدي، تعدى شخص يتعدى على حق شخص آخر يمنعه من التصرف فيه لا يريد تملكه. هناك فرق عند علماء المالكية بين التعدي والغصب. الغصب يأتي إنسان إلى حق غيره أو مال غيره ويصادره منه بمعنى يتملكه ولا يرده إليه، والتعدي عندهم من يتعدى على المال لينتفع به هو في مدة مؤقتة محددة ثم بعد ذلك قد يفرج عنه ويرده، فهذا من التعدي على المال الآخرين، ومن يقوم به ومن يساعد عليه ومن يعني
عمله أدى إلى هذه الحال، آثم ومتعدي وآكل لأموال الناس ومنعهم من حقوقهم، يجب عليه أن يتوب وأن يصلح الأحوال وأن يرد الناس أموالهم، فإن هناك تعدي عام على جميع الناس بمصادرة أملاكهم ومنعهم من التصرف فيها بصفة عامة. فالذي يعني يحال بينه وبين ماله ولا يستطيع أن يصل إليه بصورة من الصور، هذا يعد فقير ويجوز أن يأخذ من الزكاة. مثل أي شخص عند حق عند الآخرين، مثل شخص نفقته على والده مثلا معاق، ولا زوجة نفقتها على زوجها، وإلا مملوك نفقته على سيده، ولكن سيده ولا الزوج ولا الأب يعطي النفقة مانع من النفقة، ما يغنيه هذا. هو صحيح من ناحية الحكمية هو غني بغيره، لكن هذا الغني لا يوصي إليه حقه، ما دام لا يوصي إليه حقه فهو فقير، يعد فقيرا ويجوز له أن يأخذ الزكاة. طيب نعم. طيب معي مراد من تاجورة، تفضل أخ مراد، لا زال معي. طيب طيب شيخنا أيضا يسأل الأخ علي الفتوري، أن يقول هل يجوز أن يعطي زكاته لأخته أو أخيه وهو معه في المنزل؟ الزكاة للقرابة القريبة، إذا كان الإنسان هو ينفق عليهم تطوعا هو ملزم أدبيا بأن يتولى الإنفاق عليهم والصرف عليهم، فلا تجوز، لا يجوز دفع الزكاة إليهم. عند علماء الملكية ورأيهم في هذا سديد، لأن فعله هذا يوقي به ماله، كأنه بدل من هو ملزم من ناحية الأدبية وكان ينفق عليهم تطوعا، يعني يريد أن يوفر ماله، بدل ينفق تطوعا يقول لله أن أعطيهم من الزكاة ونخلص روحي من هذه المسألة. إذا كان هذا هو الحال فلا يجوز أن تصرف لهم الزكاة، لأنه في هذه الحالة ولت عليه زكاته وانتفع بها، والمزكي لا يجوز له أن ينتفع بزكاته ولا أن ترجع إليه، لأنها رجعت إليه. كان يدفع في 1000 دينار نفقة على إخوته تطوعا، فلما أعطاها من الزكاة كأن هذه 1000 دينار رجعت إليه ووفرها لنفسه. ولذلك لا يجوز لمن إنسان ينفق عليه سواء كان تطوعا أو نفقة واجبة من قرابته، لا يجوز له أن يصرف له الزكاة. نعم جزاكم الله خيرا. الأخ علي من طرابلس يسأل عن حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر. الله تبارك وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه مسألة في الغاية، إلى تدل على الغاية، وهل الغاية داخلة في المغية أو غير داخلة، وهذا خلاف فقهي يعرفه أهل الفقه وأهل أصول الفقه. فمنهم من يقول يعني الغاية غير داخلة، بمعنى لابد أن تكف عن الأكل والشرب قبل الفجر، ومنهم من يقول الغاية داخلة، وهذا هو سبب اختلاف الفقهاء، لأنك تجد في بعض البلاد بعض الناس حتى وقت الفجر يأكل ويشرب. لكن الذي عليه جمهور العلم والذي ينبغي أن يعني يعمل به، وأن الإنسان حتى لو حدث وأنه أكل إلى أن أدى الفجر لا ينبغي أن يتعمد، لا ينبغي أن يتعمد أن يأكل ويدخل الطعام إلى جوفه بعد دخول وقت الفجر بعد الأذان. لكن لو حدث وأنه كان يأكل وفاجأه الأذان ودخل الوقت، فإنه يجب أن يكف على الفور ولا يتمادى، وهذا هو الأحوط لدينه، ولا يجوز له التمادي، لأنه على الرأي الآخر الذي يقول إن الغاية غير داخلة فهو متعمد للأكل نهارا، حرام عليه وهو آثم ويجب عليه القضاء. طيب. ينبغي أن يكف عن الأكل والشرب قبل دخول وقت الفجر. طيب عندنا اتصال أم محمد من مصراتة. أيوة. نعم تفضلي. تفضلي أم محمد. السلام عليكم يا عم الشيخ، وكل عام وانتم بخير وصحة. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانتم بخير. اسمعيني من الهاتف أم محمد. بابا التحيات للسيد الشيخ الصادق الغرياني طولة العمر يا ربي، طول لنا الله عمره.
امين. بارك الله فيك، تفضلي سؤالك. بارك الله فيكم في اذاعتكم. وانا والله يا عم الشيخ اخت مصريه متزوجه لي 50 سنه في ليبيا، وكل اولادي الحمد لله بخير، وندعو لكم بالصحه والله. وما انا راضيين على اللي بيحصل برا، والله ما انا راضيين، والله انا ام مصريه ومش راضيه على اللي حصل هذا، والله ماني راضيه باللي صار هذا يا عم الشيخ. شكرا، بارك الله فيك، يعطيكم صحتكم. شكرا. يا ربي ويطول الله في عمركم ويكثر شيوخنا ويعطيكم الصحه يا شكرا ربي. شكرا يا محمد. شكرا شكرا محمد. الاخ احمد من بنغازي. نعم تفضل. نعم. تفضل اخ احمد. أيام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخ احمد. شو حالكم؟ اهلا وسهلا، سؤالك يا اخ احمد. نحب نقول للشيخ صادق الغلياني بس نشوف. طيب. إذا نحن الآن لازلنا نستقبل هذه الاتصالات، ربما يذكر أيضا قطع الاتصال لو يعيد الاتصال لأخ أحمد، فقط يذكر لعل هناك يعني من لا يشاهد الشاشة حتى يقرأ الأرقام الهواتف. نذكر الإخوة المستمعين بأرقام هواتف البرنامج، لو تظهر لي أخ المخرج. 021-33-47-401 وأيضا 402 و403. عذرا شيخنا. أيضا الأخ علي من طرابلس يقول أن هناك سمع بعض الناس يقولون أن توقيت الفجر غير صحيح. هذا كلام لا دليل عليه، هذا رجم بالغيب، يعني هناك ناس عندهم يعني هكذا يخرجون من حين لآخر يشككوا الناس في عباداتهم، يعني من كان له دليل على هذا فليخرجه، أما أن يقال هكذا كلام يلقى على عواهنه وأن الفجر في وقت غير صحيح ويبطلون صلاة الناس ويفسدون عليهم صيامهم أو يعني يشوشون عليهم، هذا لا ينبغي أن يكون، ولا يفعل هذا من هو يعني ومتمكن ويعرف الآثار المترتبة على كلامه إذا كان هو من أهل العلم. وأنا أعلم أن الأمر هذا كان هناك فيه إشكال في وقت قديم، وكان الفجر فيه تقديم ما يقرب أحيانا في بعض الأوقات بالصيف إلى ثلث الساعة، وشكلت لجنة من هيئة الأوقاف وجمعية الدعوة الإسلامية، واشترك فيه عدد من العلماء الموثوقين، وخرجت إلى الصحراء واستمرت في عملها أكثر من شهرين متواصلين، وتنقلت بين كل المدن الليبية ورصدت توقيت الفجر في كل المدن في أوقات مختلفة وسجلته، ثم بعد ذلك أعطت النتائج لهيئة الأوقاف وصدر التقويم الجديد اللي هو الآن معمول به حسب توقيت دخول الفجر الحقيقي، وعدل ما كان فيه من خطأ ومن تقديم وغير ذلك. ثم بعد ذلك يخرج بعد ذلك أناس من غير حجة ولا برهان يتكلمون هذا الكلام، لا ينبغي أن يلتفت إليهم ولا ينتبه إليهم، لأن هناك من يعني شغله الشغل هو التنطع والتشويش على الناس من غير، لابد أن من يفعل هذا أن يكون عنده دليل وعنده حجة ويتقدم بها إلى جهات الاختصاص، يتقدم بها إلى هيئة الأوقاف، فإذا هيئة الأوقاف رأت أن هذا الموضوع له أصل ولا شبهة عليها أن تشكل لجنة من العلماء ومن الناس اللي هم عندهم خبرة، لأنه طلوع الفجر ولا ليس فقط يعني كل أحد يستطيع أن يعرفه وأن يضبطه، لابد أن يكون بالإضافة إلى يعني كونه حد البصر وكذا هو أن يكون فقيه ويعرف ويميز الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وتكون عنده خبرة بهذه المسائل. أما من هو حديث السن ولا هو يمكن يسمع بكلام هكذا سماع من الكتب ولا يعرفه ولم يعيش في الصحراء ولم يخرج مع العلماء ولم يعني يقف على هذه الأشياء بنفسه مع من يعرفها، ففي الغالب أنه يعني يلتبس عليه الأمر ويشتبه عليه الأمر، ولا ينبغي أن يلتفت إلى كلامه، بل من كانت له عنده من كانت عنده حجة وكان عنده شبهة فليتقدم بها إلى جهات الاختصاص وهي هيئة الأوقاف، بحيث هي التي تتحرى وتتحقق من هذه المسألة. طيب جزاكم الله خير. الأخ علي من درنا
يسأل الآن الحال درنا من حال القصف والحصار، وهناك من بعض الناس يكبر على هذا القصف، وربما شيخنا فقط عذرا نأخذ هذا الاتصال حتى لا نطيل عليه، انقطع الاتصال. طيب سالم تاجورة، طيب سالم تفضل يا سالم. نعم تفضل يا أخ سالم، تفضل تفضل أنت على الهواء، تفضل. الشيخ فارج مرحبا بك، أهلا وسهلا، تفضل سؤالك يا سالم. السؤال بالنسبة للزكاة، نعم الزكاة هل تعطى للأحفاد إن كانوا فقراء وهم أيتام؟ طيب سؤال آخر عندك؟ بارك الله فيك. نعم شكرا. طيب في اتصال آخر؟ طيب شيخنا هذا الأخ علي من درنا يسأل عن حكم هؤلاء الناس اللي كبروا أثناء القصف على بيوت أهل درنا. أقول لأهل درنا وفقهم الله، اصبروا وصابروا واثبتوا، فإن من كان قبلكم ابتلوا أكثر مما ابتليتم به، والله تبارك وتعالى لن يأخذ لكم بإذن الله، عليكم أن تخلصوا النيات وتثبتوا على ما أنتم عليه من النية الصادقة الصالحة، نية إعلاء كلمة الله ونصرة الدين ونصرة الحق. وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وما ينبغيش يعني أنكم يصيبكم الضرر والملل وكذا، بل هذا الإنسان يبتلى على قدر دينه. وأقول لمن يعني يشمتون بهم ويفرحون بالغزو الأجنبي لبلادهم والاعتداء على المسلمين وعلى الآمنين وعلى المدنيين وعلى المدافعين على الحق، أقول لهم والله إنهم سيصيبهم الأذى ويصيبهم الضرر ويصيبهم الكيد، والذي وكيد الله عز وجل لا يطاق ومكر الله عز وجل لا يطاق، سيصيبهم ما يصيب المنافقين. هذا هو حال المنافقين، كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب المسلمون إذا أصاب المسلمين ضرر فرحوا به واستبشروا به، وإذا أصاب المسلمين خير ونفع ساءهم ذلك، ويعني أصابهم الضر والحزن. قال الله تعالى إن تصبكم حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرا من قبل ويتولوا فرحون، ويقول أيضا إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فعليهم أن يحذروا ويخافوا على أنفسهم هؤلاء الذين يحيطون بدرنا ويحاصرونها ويعينون عليها الأجانب، يعينون عليها أعداء الله، يعينون عليها أعداء الله، يعين عليها السيسي الظالم الذي يريد أن يحول فشله وظلمه وملاحقة أهل المصريين له، يحوله ويشغلهم بناس ويختلق إفك وإثم لا يمكن أن يصدقه عاقل ولا يصدقه مجنون، أن أهل درنا هم المسؤولون على ما يحصل في بلادهم من الفوضى وعدم الأمن وعدم الاستقرار. سبب عدم الأمن وعدم الاستقرار هو الظلم الواقع في مصر من حكامها، وليس هو من أهل درنا. أهل درنا كيف هم يصنعون الإرهاب؟ وهم الذين قاتلوه، وهم الذين أخرجوه من ديارهم، وهم الذين مات منهم من شبابهم مئات من أجل أن ينظف بلادهم من الغلاة ومن المجرمين ومن الظالمين. كيف يركب هذا؟ كيف يصدق هذا عاقل؟ فعلى الناس أن ينتبهوا لأمرهم، والمسؤولية هي على أهلهم وإخوانهم ممن يحيطون بهم، يجب عليهم أن يناصروهم، عليهم أن يتقوا الله. والله إن الله عزيز ذو انتقام، إنه جبار، إنه عزيز حكيم، لا يرضى بالظلم، لا يرضى بما يفعله هؤلاء الناس الظلمة من تجويع الناس وحصارهم وإعانة الأجنبي عليهم. فعليهم أن يخافوا على أنفسهم ويخافوا على أولادهم ويخافوا على مستقبلهم، فإن ما يفعلوه سيحيق بهم والظالم سيتسلط عليهم. عليهم أن يتقوا الله ويخافوه، وعلى أهل كل ليبيا أن يناصروا أهل درنا وأهل بنغازي القلة الصابرة الصامدة التي هي التي تقاتل الإرهاب وهي التي تريد أن تقيم دين الله وشرع الله. واجب شرع على كل مسلم، على كل مرأة، على كل رجل أن يناصر هؤلاء المستضعفين، لا يجوز له أن يتخلى عنهم.
على ناس يخرجوا في الميادين بالمئات الآلاف بعشرات الآلاف يستنكرون هذا الظلم، يستنكرون هذا الفساد. كيف يستطيع الناس أن يناموا الليل ويرقدون في بيوتهم وإخوانهم هكذا تدمرهم قوات أجنبية والعالم أبكم أصم أعمى لا يسمع ولا يرى؟ لو شيء من هذا أقل القليل حصل من المواطنين من أهل الحق ومن أهل الخير أهل الدين لا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ولم يقعدوها ولا استدعوا مجلس الأمن واستدعوا القوات الأجنبية واستدعوا الظلم من كل جهة ووصفوهم وألقوا عليهم لباس الإرهاب وهؤلاء إرهابيون. لكن هذا الإرهاب الممنهج بالطائرات وبمدافع حفتر وبالمجرمين من كل جهة ومن الإمارات ومن الفرنسيين ومن الأردنيين ومن كل الأمم التي تكالبت علينا، هذا كله لا يحرك المجتمع الدولي ولا يحرك كوبلر ولا غيره ولا يحرك ساكنا. فلتعلموا يا أهل ليبيا الكرام أن موضوع مشروع الصخيرات مشروع استعماري، مشروع استعماري ظالم لاحتلال ليبيا ولتسليط كل الأجانب عليها. عليكم أن تنتبهوا لأنفسكم قبل فوات الأمان، دافعوا على أنفسكم، دافعوا على أعراضكم، دافعوا على دينكم. فهذا مشروع والله استعماري، مشروع فاشل، مشروع فاجر. كل من يعينه سيتحمل مسؤوليته على مر التاريخ وسيقف أمام الله عز وجل ويسأله عن هذه الانتهاكات، وهم سكوت، كلهم سكوت، ولا يزالون يلتمسون المبررات لهذا المشروع البائس الذي يعني لم يبقي ولم يذر في هذا البلد. فالناس عليهم أن يدافع عن أنفسهم ويناصر المؤمنين ويناصر المستضعفين. وإن استنصروكم في الدين، الله تبارك وتعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، عليكم النصر، هذا أمر الله، عليكم أن تنصروا أهل درنا وأن تنصروا أهل بنغازي وأن تنصروا المجاهدين الذين هم أنفسهم قاتلوا الخوارج وقاتلوا البغاة ويقاتلون الظلمة. فلا تسكتوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون يا أهل درنا ويا أهل بنغازي. وعلى كل الناس الذين يعني يحسون بمسؤولية الوطن ومسؤولية الدين ويخافون على أنفسهم عليهم أن يناصروهم. وإن هذا الذي يحصل لأهل درنا إذا سكت الناس عنه فسيأتيهم جميعا، لأن هذه الكلمة كلمة إرهاب ولا يعجز أحد أن يلقيها على أحد. يعني كل من يريدون أن يدمروه ويدمروا مدينته سيقول أن هناك مراكز إرهابية في مصرات أو مراكز إرهابية في تجور أو مراكز إرهابية في الزنتان، ويرسلون الطائرات. ثم بعد ذلك تجد من يتشفى فيكم كما أنتم الآن تسكتون وتنظرون ولا تدافعون عن إخوانكم. المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه، المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه، كيف تسلمونهم؟ فإنكم آثمون بسكوتكم عن هذا الظلم. أين المجتمع الدولي؟ أين الدول الإقليمية؟ أين الدول المجاورة؟ يعني كيف يقولون في كل يوم هم يصرحون ويقولون لا نريد تدخل أجنبي في ليبيا؟ إذا اللي يحصل هذا من السيسي ومن حكام مصر ما هو هذا؟ ليس تدخل، تدمير مدينة، ناس آمنين بالطائرات ودكة الآن على مدى أسبوع، ماذا يسمى هذا؟ فالثقة تزعزعت في كل من يدعون أنهم حارسون على قضية ليبيا من دول الجوار ومن دول الإقليمية وغيرها، فإنهم كلهم يعدون مشتركون إذا لم يوقفوا هذا الظلم وهذا البغي من حفتر ومن السيسي ومن غيره على أهل ليبيا الآمنين. بارك الله فيك شيخنا. معني اتصال من صبرية من طرابلس، وعذرا على الإطالة، تفضلي. السلام عليكم. مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. حفظ الله الشيخ إن شاء الله، طال الله ربي يطول في عمره ويفيد به البلاد والعباد. أمين. أنا عندي سؤالين من خلال هذا البرنامج الموجه. أولا للكتائب اللي في على أبواب رمضان، أرعبون وأرعبوا الناس المدنيين، وينهم من كلام الله سبحانه وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم فيما يحدث من درنا؟ يعني شفنا بطولاتهم يعرضوا فيها على نفسهم في أبواب شهر رمضان وأرعبوا الآمنين، ما سمعناش منهم ولا استنكار ولا وين قوتهم يعرضوهاش على الاعتداء الصليبي اللي يحدث في درنا. ونقول كلمة تانية للمجلس القراصنة هذا اللي نهب الكرسي، لما خاف على كرسيه طلعنا بيانات بطولية سنضرب بيد من حديد وقد أعذر من أندر، وين بطولاته وكلامه لما خاف على كرسيه؟ هذا اللي نهب طلع كلامه يتكلم بالطريقة هذه، لكن لما في اعتداء صليبي على درنا ما هزتاش غيرت على وطنه ولا هزات على
غير تعني ان في ناس صلبين يهدموا فيهم. وين كلامه؟ وين ولا ايده اللي من حديد اصبحت نايل وما يقدرش يتكلم بها؟ ولا وين وعد قد اعذر من انذر ما تكلمش ولا حتى مجرد التلميح؟ ونسى نفسه انه هو خش عن طريق قرصنه سياسيه لم تحدث في التاريخ الا في ليبيا، مجلس يخش عن طريق فرقات اجنبيه باش يحكم وبعدين يصدق نفسه تمكن وبعدين ولان يعني دار سياسه نتمكن حتى نتمكن، ويوم تمكن طلع يهدد يد بالحديد ما سمعناش يكلمك فيه لا وفاق ولا حقن دماء ولا دعوه للتهدئه. يدير في التهدئه لما في الطائرات المصريه تقصف الجنوب وتقصف في دارنا يتكلم كلام ولمع ناعم. وين النعومه هذه؟ ما دارهاش في طرابلس، دارها الا علينا. نعم. علينا شكرا لازم ما ينساش انه هو قرصان قراصنه مجلس القرصنه. شكرا اخت صبريه، نشكرك على اتصالك. عبد المنعم من مصراته، تفضل. تفضل اخ عبد المنعم. تفضل اخ عبد المنعم. طيب انقطع الاتصال، ممكن تعيد الاتصال. نعم. طيب شيخنا ايضا علي من درنا يقول ان هو يريد توجيه نصيحه، يقول نحن قاتلنا لاجل اقامه شرع الله ونصرنا هذه الثوره ويعني سرنا خلف قاده من الثوار، والان باعوا القضيه واتجهوا الى وجهات اخرى و صارت لهم بعضهم صارت لهم ثروات إلى آخره. هذا يعني أمر محزن وأمر مؤسف، والآن أنا أخاطب الشعب الليبي كله، لا أخاطب لأن الأمور اختلطت اختلط الحابل بالنابل، ومن خرجوا من أجل الله ومن أجل نصرة الحق في أول هذه الثورة كثير منهم نكص على عقبيه وأغراه المال واستهوته الدنيا وفتحوا له حسابات. يعني هذا اللي يسمى المجتمع الدولي والمشروع الأمم المتحدة ومشروع الصخرات، يعني كان يمهد لنفسه قبل أن تتم هذه الطبخة وتتم هذه الصفقة بالاجتماعات اللي كانوا يعملوا فيها هنا وهناك، منها ما هو في سويسرا ومنها في تركيا ومنها في النمسا ومنها يعني في أماكن متعددة ينفردون بكل مجموعة. بدأت من حكومة علي زيد الله يجزيه بما يستحق 70 مليار 80 مليار ميزانية كلها بددها وأنفقها في شراء ذمم الناس والتفريق بينهم وإفساد ذات البين وإفساد الثوار. فهم الآن يعني نسبة كبيرة منهم يعني ضيعت الأمانة وضيعت القضية ونكصوا على أعقابهم وصاروا تجار بعد أن كانوا ثوار، صاروا تجار وصاروا فجار ويتجسسون للأجنبي وأعطوا جوازات أجنبية وإقامات أجنبية وباعوا الآخرة، باعوها يعني باعوا دنياهم بآخرتهم. فهؤلاء يعني أقول لهم لا تعول على هؤلاء، دائما الناس المؤمنة الصابرة قلة، القرآن كله يؤكد هذا المعنى، وقليل هم وقليل ما هم، واكثر الناس لو حرصت بما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. فالقله دائما هي التي تصبر وهي التي تثبت، وهذا تمحيص وهذا اختبار وهذا ابتلاء يتبين فيه الصادق من الكاذب والفاجر من المنافق. كثير منهم صاروا جواسيس يتجسسون على بلادهم، لكن انا اطالب كل من هو فيه نخوه وفيه دين وفيه رجوله وفيه شجاعه، كيف يسمح لدولة أجنبية تخترق سيادة وطنه وهو يسمع، وهي لم تأتي لنصرة حق ولا نصرة الدين ولا للمظلومين، بل أتت لقمع الناس الذين يطالبون بالشريعة وإقامة الحق وإقامة الدين، وإخوانهم يتفرجون هكذا لا حراك لهم. فهذا من خيانة الأمانة ومن الخذلان ومن تضييع يعني ما وجبه الله تبارك وتعالى من نصرة أهل الحق. فعليهم أن يجمعوا كلمتهم الناس الخيرة في كل المدن الليبية، ليس مدينة وحدها بخاصة، بكل المدن الليبية كل من فيهم الأخيار لابد أن يجمعوا أمرهم وينصروا أهل الحق وينصروا أهل الدين وعلى كل الناس، حتى من لا يقدر على السلاح من ناس عامة عليهم أن ينظموا أنفسهم ويخرجوا بجماعات كبيرة على استنكار ما يحصل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلابد أن يخرجوا ويهتفوا بنصرة الحق وإسكات الظلم. إذا الناس رأوا المنكر ورضوا به ولم يغيروه فإن الله عز وجل يوشك أن يأخذهم جميعا بعقاب من عنده. الله تبارك وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
جزاكم الله خير شيخنا كريم. الأخ سالم من تجور الحقيقة سأل سؤال هو كانت الإجابة سابقة ولكن لا بأس لو نؤكد عليه. يقول هل تعطى الزكاة للأحفاد إذا كانوا فقراء؟ إذا كان ينفق عليهم ويساعدهم فلا يجوز أن نعطي زكاتهم، ولكن إذا كان لا ينفق عليهم ولا يساعدهم ولا هو ملزم أدبيا بالإنفاق عليهم وتركهم لحالهم ولمعاشهم فقط فإنهم إذا احتاجوا يجوز أن نعطيهم من الزكاة، فيتوقف على مدى ما إذا كان هو ينفق عليهم في سائر الأيام أو لا ينفق عليهم. نعم. طيب أيضا هناك سائل يسأل عن الحكم من يتعمد السفر في نهار رمضان، في يتعمد السفر في شهر رمضان. السفر يبيح الفطر في صيام رمضان خاصة دون الصيام الآخر، لا يبيح الفطر في غير صيام رمضان، لا في الكفارات ولا في النذر ولا في التطوع ولا في غيره، لقول الله تعالى في شهر رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن يشترط لمن يريد أن يفطر في صيام رمضان بالسفر أن يخرج من بيته قبل الفجر، أن ينوي، يشترط له شرطان، الأول أن ينوي الفطر ويخرج من بيته مسافرا يخرج للسفر إلى الطريق قبل أذان الفجر، إذا كان فعل هذا يجوز له الفطر حتى لو كان قصد السفر في رمضان لا يضر، لأن هذه رخصة يجوز للإنسان أن يتعمد استعمال الرخصة لكن بضوابطها الشرعية، فليس ممنوعا أن الإنسان يقصد أن يسافر في رمضان، لو أن يسافر في رمضان بالنية وبالقصد لأنه سيقضي بعد ذلك، وليس معناه أن اللي يفطر في رمضان هو في عفو وخلاص أكل وانتهت المسألة، بل يجب عليه أن يقضيه بعد ذلك. يقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، لكن بشرط أن يخرج من بيته قبل الفجر وأن ينوي الفطر. نعم. طيب وهل يستوي في ذلك سفر الطاعة وسفر المعصية؟ ظهر أنه يجوز إلا إذا كان يعني السفر في حد ذاته سفر معصية، يعني من سافر سفرا لتجارة أو سياحة ثم هو يرتكب المعصية في سفره فهذا لو أن يفطر إذا توفرت فيه الشروط، لكن إذا كان السفر في حد ذاته هو أساسا سفر معصية، هو خرج ليقتل، خرج ليسرق، خرج ليقطع الطريق، خرج لينتهك الحرمات، يعني السفر في حد ذاته هو معصية فإنه لا يجوز له لأن الرخص لا يستعان بها على معصية الله. نعم. طيب من ناحية السؤال آخر يقول عن هل الفضيلة في شهر رمضان للصيام والتراويح وقراءة القرآن فقط أم لجميع الأعمال الصالحة؟ ما في شك أن الحسنات تضاعف في الأزمان الخاصة التي عاد الله عز وجل بمضاعفة الأعمال، هو لا شك أن أجر الصيام، والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصبر يعني الصوم يعني ومن الصبر، والصبر نصف الإيمان، فثواب الصوم يعني لا حد له، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى لمن يعني أحسن صيامه، وأما الأعمال الأخرى فإنه تضاعف أجورها بسبب الأوقات المباركة، الأجر يضاعف في المكان يعني المبارك وفي الزمن المبارك وفي سواء كان أوقات من الليل أو نهار، يعني القيام في ليلة القدر غير القيام في غيرها، الأعمال في رمضان غير الأعمال في غيرها، الأعمال في مسجد مكة والمدينة غير الأعمال في غيرها، الصلاة بمئة ألف صلاة، الصلاة بألف صلاة، الصلاة بخمسمائة صلاة في بيت المقدس إلى آخره، فكل الأعمال تضاعف بحسب يعني الأماكن وبحسب الأزمان، وكذلك السيئات تضاعف يعني في هذه الأماكن المخصوصة بالبركات. الله تبارك وتعالى يقول عن البيت الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكما أن الحسنات تضاعف نعم. في رمضان فكذلك السيئات، فعلى الناس أن يجتنبوا السيئات ويحرصوا على الطاعة في نعم. هذا الشهر المبارك.
نعم، نشكرك الشيخ الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا على ما تفضلت به في هذه الحلقة، بارك الله فيك وحفظك الله عز وجل. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقاية من نار، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبي.